قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد ل17 متهما والسجن المشدد 15 سنة لتسعة متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين والسجن المشدد 7 سنوات لثلاثة آخرين والسجن 10 سنوات لحدث. أظهرت التحقيقات تورط قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وقيادات التحالف الداعم للإخوان في تأسيس لجان عمليات نوعية، ووجه للمتهمين تهم ارتكاب أحداث عنف بمنطقة عين شمس أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج، كما قضت المحكمة ببراءة 15 متهما بالقضية.